يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قوله سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، بعدم جواز القيام على قبور الكفار لأنها من جنس الصلاة عليهم. وفي موضع آخر ذكر رحمه الله زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه فقال: إنها من الزيارة المشتركة الجائزة. فهل قيام النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أمه خاص به عليه الصلاة والسلام أم ليس خاصا؟ ليس خاصا، قلنا يجوز زيارة قبور الكفار للاعتبار فقط لا للدعاء لهم. وأما الاستغفار للمشرك قال تعالى: ولا تقم على قبره، أي بعد الدفن في المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الصلاة عليه بعد وفاته قبل الدفن، ولا تقم على قبره أي للدعاء والاستغفار له، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره، ووقف الصحابة معه قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا في قبور المؤمنين خاصة. نعم.